فقوله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت هذه القراءة المعروفة، وهي قراءة جمهور القراء. حمزة يقرأ وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت قلنا إن عبد فعل، عبد اسم، لكن هو جمع أم مفرد؟ يقول العلماء إنه ليس جمعا، لأنه ليس على وزن من أوزان الجموع، لا على جموع القلة ولا على جموع الكثرة، وإنما هو على وزن فعلا. وما كان على وزن فعلا فإنه يراد منه التكثير، كما تقول يقضى. وعلى هذا فتكون كلمة عابد أي كثرت عبادتهم، بمعنى أنهم بلغوا في عبادة الطاغوت المبلغ العظيم، يعني أنهم ذهبوا في عبادة الطاغوت كل مذهب، فأصبحت عبادة الطاغوت من هؤلاء سمة وسجية لهم لا ينفكون عنها، وهذا من باب الذنب.